بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب يا إخوة، كان فيه موضوع مهم جدا في غاية الأهمية. طبعا فيه أشخاص يتابعوني من سنوات، تمام، وبيفهموا يا إخوة طريقة تحليلي سواء في الأسهم السعودية أو في العملات الرقمية أو في المعادن زي الذهب وغيرها. طبعا يا إخوة، أنا دائما أكلم الزملاء إنه عندنا التحليل نوعين، تمام. أنا غالبا يا إخوة التحليل عندي على الفريكتال وعلى المعادلات الرقمية على نوعين. النوع الأول يا إخوة اللي هو الاتجاه العام، تمام، الاتجاه العام هذا احنا بنحلل اي سوق سواء السعودي او العملات الرقمية او الذهب او غيرها، بنحللها على المدى المتوسط. هذا انا بسميه الاتجاه العام، تمام، وبنزل التحليل وبنبه دائما في التحليل انه يا اخوة هذا هو الاتجاه العام للسوق، تمام. يعني عندنا منطقة كذا كذا بتكون منطقة الشراء، وعندنا أهداف إلين مثلا شهرين، ثلاثة، أربعة، 8 أشهر، تمام. وبعد ذلك يا إخوة بنزل، أنا نزلت على تاسي شارت، وعلى البيتكوين أيضا شارت، وعلى الذهب والمعادن شارت، على أساس نثبت للإخوة. البعض اللي بيجوني جديد، يا إخوة إذا تريد تتابعني لازم تفهم طريقة تحليلي، تمام؟ وأنا سبق ووضحت للجميع الإخوة إنه يا إخوة لا تتابعني إلا وأنت فاهم طريقة تعاطينا للتحليل مع السوق، ولا لا تتابعني، تمام؟ مثلا أعطيكم مثال يا إخوة، مثلا السوق السعودي تاسي، تمام. خلونا نجي عن تاسي مثلا. طبعا يا إخوة سوق تاسي أنا فتحت جروب أو قناة، تمام، والأسعار كانت عند هذه المنطقة. لحظة بس نخفي هذه الرسومات. طيب انا فتحت قناة يا اخوة زي ما احنا ملاحظين، والسعر تقريبا حينها كان عند 11 ألف، تمام، على اساس نكون واضحين. طبعا يا اخوة عند 11 ألف كان السعر عند هذه المناطق. سألني كثير من الزملاء ايش رأيك بالسوق يا ابو سام، انا قلت لهم شوفوا يا اخوة والسعر ما زال عند 11 ألف في هذه المناطق، انه لدينا في الكتاب، تمام، لدينا فريكتال، ما في مجال، على اساس ما نتاخر لانه اشتي اوضح في هذا الفيديو الموضوع كامل. انا وضعت لهم فريكتالين يا اخوه، الفريكتال الاول وخبرتهم انه عند تركيب الفريكتال اتضح لدي امرين، يعني الامر الاول انه اذا ارتدينا من 11 ألف فان شاء الله باذن الله هذا هو شكل الفريكتال، تمام، هذا الاحتمال الاول. الاحتمال الآخر واللي أنا نزلت فيه فيديو خاص، شوفوا قبل هذا الاحتمال أنا نزلت فيديو في الجروب. إيش قلنا في هذا الجروب يا إخوة أو في هذا الفيديو قبل أنزله في اليوتيوب؟ طبعا أنا نزلته في نفس اليوم. لو تلاحظوا مثلا في الصورة هذا هو الفريكتال اللي أنا كنت موضح، والسعر حينها زي ما تحدثنا سابقا انه كان عند 11 ألف يا اخوة، انه راح يسوي عودة الى مناطق 11 ألف و600 و800، ومن ثم فيه لدينا قاع اخير، تمام، 11 عند 10 ألف و200، تمام. طبعا السوق حينها زي ما احنا متابعين فعلا سوى ارتداد زي ما انتم شايفين الى تقريبا 11 ألف و912 ألف، ومن ثم عاد للهبوط.
انا راح احاول هاخذ الفريكتال على اساس انه نكون واضحين اكثر بشكل ادق، لانه هذا الموضوع يا اخوة مهم جدا. وللامانة يعني يضايقني كثيرا، يعني عندما يجي لك شخص انت قلت السوق طالع وما طلع، انت قلت السوق يا اخي انا وضعت لك تحليل واضح جدا بالنسبة للاتجاهات العامة وبالنسبة للاتجاهات اللحظية. الاتجاهات اللحظية هي بتكون كتدعيم، يعني انا حاط لك سيناريو، تمام، سيناريو عام، واثناء هذا السيناريو بندخل يوميا ونحدث، ممكن يصعد السعر من هنا، ممكن يصعد من هنا، لكن الفيديو الاساسي هو الاتجاه المعني او الاتجاه اللي احنا وصلنا اليه بالنسبة للتحليل. طيب انا حاخذ الفريكتال يا اخوة مثل ما هو موضح، احنا اخذناه من وين؟ اوكي، من هذه المنطقة. اي نعم، هذا هو يا اخوة الفريكتال اللي انا اخذته المصغر، تمام، نعتبر ان انا اخذته من هذه المنطقة، تمام. اوكي، هذا هو، شوفوا فريكتال مصغر. اوكي، في 30 يونيو وكبرنا، اخذنا فريم كبير زي ما انتم ملاحظين. شوفوا انا وين اخذت الفريكتال، انا اخذت الفريكتال في هذه المنطقة، لاحظوا، بناء على معادلات رقمية. الزملاء اللي حاضرين في دوراتنا واللي فاهمين الفريكتال فاهمين ليش اخذته انا من هذه المنطقة. طيب يا اخوة، انا كان عندي هذا التطبيق، اوكي، كيف كان السعر؟ لاحظوا، هذه هي الصورة اللي كان فيها السعر، تمام؟ هذه الصورة اللي كان فيها السعر، وين كان السعر يا إخوة؟ تعالوا ناخذ، إي نعم، عند هذه المنطقة كان عند 11000، في تاريخ كم تقريبا؟ في 20 أكتوبر تقريبا، هذا هو 20 اكتوبر. ناخذ الفريكتال او نمد الفريكتال. احنا الفريكتال الاول اللي تكلمنا عليه يا اخوة زي ما احنا شايفين في الصورة، وين الصورة الاولى؟ هذه الصورة الاولى اللي احنا احتملنا فيه يا اخوة هذا السيناريو، تمام، ركزوا انه هذا السعر يكون بهذا الشكل، تمام، اللي انا مركب فيها الفريكتال، هذا الاحتمال الاول، تمام، اللي احنا كنا محتملينه وحطينا الصورة فيه وقلنا يا اخوة عندنا هذا الاحتمال انه نوصل في هذه المنطقة وبعدين نذهب الى اهداف علوية، تمام. طبعا هذا السيناريو الثاني. السيناريو الاول واللي احنا كنا متأكدين منه واللي نزلناه في فيديو يا اخوة، قلنا ونزلناه في اليوتيوب، اللي هو هذا السيناريو اللي امامكم، ثمانية الهبوط على القمة. لاحظوا، على اساس ما احد يتحججنا يا اخوة، لو تلاحظوا انه انا كنت معطي 10168، تمام، هذاك السيناريو الاول اللي انا وريتكم انه السيناريو الاول اللي لو الصعود حصل من هذه المنطقة خلاص بنكون في الفريكتال، تمام. لكن السيناريو الاقوى اللي انا فعلت فيه فيديو ونزلته اللي هو هذا السيناريو الهبوط الى 10168، تمام. وكيف كان السيناريو على الشارت؟ السيناريو يا إخوة على الشارت كان بهذا الشكل، شوفوا انه نبدأ الفريكتال، دقيقة بس، ايوه نعم، اخذناه من هذه المنطقة بينزل الى 10000، وفعلا الى 10700، ومن ثم الى 10100 زي ما قلنا 160. هذا كان يا اخوة السيناريو الاخر، تمام، اللي احنا حددنا انه السعر زي ما احنا شايفين يسوي نبرة زي ما تحدثنا
من 10700 يرجع إلى 11800، وهذا واضح جدا في الصورة أو في الفيديو. نكبر على أساس يتضح للإخوة. إحنا قلنا إنه في نزول إلى 10700 فعلا، ومن ثم رجوع زي ما أنتم ملاحظين إلى 11959، يعني 12000. تمام، لسه السعر كان في هذه المنطقة، ما كان تحرك هذه الحركة. طيب بعد هذه الحركة بينزل إلى 10168، ومن ثم إن شاء الله في تذبذب بسيط في الأسفل، ومن ثم نعكس الترند يا إخوة. طبعا المشكلة إنه فيه زملاء أو في إخوة يجيك ماسك لك هذا السيناريو فقط اللي أنا كتبته، لأنه مع إني سويت 2 سيناريوهات وتحدثت يا إخوة في الجروب وفي القناة إنه معانا 2 سيناريوهات، لكن فيه نوعية من المضاربين يا إخوة أو المستثمرين يريد يأكل بالشيء، واللي يعني زي ما يقولوا في يوم وليلة. تمام، يدخل لك بنسبة مخاطرة عالية، يدخل لك بالشغل اليومي. أنا تكلمت في بداية القناة إنه يا زملاء، وأوريكم الكلام اللي أنا تكلمته وإن شاء الله. طيب أنا وضعت فيه، إي نعم، تحدثت إنه، لحظة بس، أنا ذكرت فيها يا إخوة إنه إحنا بندخل نحدد اتجاهات متوسطة. تمام، اتجاهات متوسطة، قلت لكم يعني بالنسبة لمتابعتي العامة هي متابعة على المدى البعيد والمتوسط. المضاربة اليومية واللي ملاحظيني في تويتر أو في فيسبوك أو في أي قناة، عندي قناة واحدة فقط هي للمضاربة اليومية، وضع الفرص اليومية، تمام، اللي هي البي آي بي. بالنسبة لأي توصيات أنا أضعها أو شارتات يا إخوة، أنا أضع شارتات متوسطة زي ما أنتم ملاحظين إنه هنا خط القمة، إنه هنا مثلا كهذه الفرصة اللي أنا وضحتها. إمتى قلت لكم راح تكون القاع مثلا آخر القيعان؟ في 8 ديسمبر، شوف 8 ديسمبر، مع إن إحنا كنا في إيش يا إخوة؟ كان التاريخ في تقريبا، عند كم كان السعر يا إخوة؟ ما أدري، السعر كان عند تقريبا في 20 أكتوبر أو في أغسطس، ما أعرف بالضبط، يعني مش واضح لي هنا هل هذا الخط هو السعر تقريبا هذا؟ إي نعم، تقريبا في أكتوبر، يعني قبل شهرين قلنا يا إخوة إنه ممكن تصير هذه الحركة وينزل السوق إلى شهر ديسمبر، ومن ثم نعاود الصعود. طيب دخولنا في أسهم، أنا ذكرت يا إخوة إنه يعني دام هذه المنطقة، يعني هل راح تضرك مثلا اللي بيكلمني على السوق؟ أنا مدخلك مثلا في السوق في 11000، كم نزل علينا يا إخوة؟ لو تلاحظوا نزل علينا 800 نقطة، لكن لو جيت أقارنه بالأهداف للصعود الجاية إن شاء الله، أنا بكلمك عن 4000 نقطة صعود، 4000 نقطة صعود. يعني أسهمك اللي أنت أخذتها مثلا، لو فرضنا إنك أخذت على السيناريو السابق اللي بيتكلم عن الارتداد من 11000، طيب ما في اشكال، وتحدثت باكثر من فيديو انه يا اخوة اي هبوط هو فرصة للشراء، تمام، هو فرصة للشراء، وباذن الله الصعود راح يكون مجزي. لكن زي ما خبرتكم انه في ناس مستعجلة، يعني ان تعطيه التوصية ان ضربت معاه في نفس اللحظة ولا انتقدك، ولا انت يعني مش تمام، مع انك حاط له اكثر من سيناريو، وتقول له يا اخي انتبه، عندنا احتمالين انه نرتد من هنا او نرتد من الاسفل، فاعمل حسابك يعني لهذا الموضوع. والجميع اللي يتابعني وعارف قناتي في يوتيوب يعرف انه باذن الله وبفضل الله انه الفريكتالات دائما بنسبه نجاح بنسبه 85 الى 90%، ان احنا نذهب للاتجاه بغض النظر عن بعض التذبذب او بعض التراجعات البسيطه، زي ما شفنا على انهيارات العملات الرقميه كيف حددناها، زي ما شفنا تاسي عام 2020 مع كورونا، زي ما شفنا الان، كلها يا اخوه بس زي ما خبرتكم انه الناس ما عندهاش صبر. يعني مشكلتنا انه نريد
أرباح بشكل سريع جدا. أنا خلال تداولي 18 سنة النوعية هذه، تمام، النوعية هذه نسبة نجاحها في الأسواق واستمرار محافظها في الأسواق لا يتعدى 30 إلى 20% فقط اللي بيربحوا بهذا الشكل، اللي بيدخلوا في المضاربة اليومية تلقاه يضرب صفقتين ثلاث وخسر في صفقة واحدة، تمام. لكن عندما تحدد يا إخوة الاتجاه، تمام، أنا مثلا محدد الاتجاه إنه تاسي إن شاء الله صاعد، حددنا بعض الأسهم، اشترينا مثلا، لو افترضنا إنك مشينا مع السيناريو الأول دخلنا فيه، هبط السعر، صعد السعر إلى هذه المناطق، بعض الإخوة خرجوا، ممتاز، وقلنا إنه في هذه المنطقة تعتبر منطقة حس، ممكن نهبط، ممكن نواصل، وهبط السعر يا إخوة. طيب اللي ما زالت معاه الأسهم ممكن يعزز في هذه المناطق، ممتاز، أمر جيد جدا، وإن شاء الله بإذن الله بنوصل لأهدافنا، تمام. لكن الآن يعني تلاقي اللي قال مثلا أنه السوق راح ينهار إلى 9000، واللي يقول لك 8000، واللي يقول لك 5000، واللي يقول لك 6000، واللي يقول لسه السوق السعودي ما سوى القيعان، أنا لا أتفق معه. أنا قد ربما يسألني بعض الإخوة عن هذا السيناريو، طيب إيش رأيك يا أبو وسام مثلا لو هبط السعر؟ أقول لك شيء، شوف، بالنسبة لهبوط السعر أكثر من مناطق 10000، أنا ممكن أعطيك منطقة 9500، برغم أنه مثلا كمناطق خروج، لكن برغم أنه 9500 خلاص يا أخي، السوق التصحيح اللي صار هذا أنا ما أعتقد بنسبة كبيرة جدا أنه راح يهبط أكثر من اللي صار عند 10000 أو 9900 10000، بإذن الله ما يهبط. فأنت لما تجي تخرج لي مثلا في هذه المناطق، أنا أعرف ناس صابرين على أسهم من 5 سنوات، من 7 سنوات، من 8 سنوات، دام احنا متأكدين يا إخوة من الفريكتال، إن شاء الله بإذن الله هي مسألة وقت بسيط جدا ونذهب مع الفريكتال. راجعوا قناتي في اليوتيوب وشوفوا كم فرصة وضعنا لها فريكتال وأين ذهب السعر. غالبا ما يرجع من مكان اللي احنا حددناه ويصعد، أو إنه يتذبذب شوي، لكن الفريكتال بإذن الله بيكون دقيق جدا، تمام؟ لذلك أنا أنبه إخواني اللي بيتابعوني، يا إخوة أنا بالنسبة لتحليلاتي التي أضعها على تويتر أو على يوتيوب، أنا أضع لك وجهة نظري المتوسطة، المدى المتوسط، تمام، والمدى البعيد زي الذهب، مدى بعيد بنحط تحليل سنة كاملة، تمام. أيضا تاسي، أيضا بعض الأسهم، البيتكوين، العملات الرقمية. فلذلك يا إخوة بالنسبة لأي تحليل آخر تحصلني أنزله مثلا على تويتر أو على إحدى القنوات، مثلا أنه نتوقع الارتداد، مثلا جينا في تاسي، مثلا أضرب لك مثال، أنا حط هذا الفيديو كفيديو عام، جاء السعر مثلا وهبط إلى مناطق 10400، وقلت يا إخوة ممكن نرتد من هذه المنطقة. أنا عندما أحدث يوميا يا إخوة بعض الأحيان، اعرف أنه تحديثي هذا لا يعني نسف الفيديوهات اللي أنا وضعتها العامة. خلي في راسك أنه أبو سام وضع لنا فيديوهات عامة ونزلها في قناته، الفيديوهات اللي أنا بنزلها في قناتي اعرفوا أنها الفيديوهات العامة. أي فيديوهات أخرى مثلا بكلمك على الاتجاه اليومي بتذبذب، ممكن نرجع من هنا، اعرف أننا بحاول أعطيك تحركات أو تصورات للتحرك على المدى القريب أو القصير، سواء اليومي أو اليومين أو 3 أيام، لكن التحليل العام موجود عندك في الفيديوهات، تمام؟ فمش مجرد من تحليل يوم مثلا أنه يا إخوة مثلا تاسي اليوم بيرتد 200 نقطة ما ارتد، خلاص جيت تقول لي يا أخي الفريكتال ذا ضيعنا، يا أخي الفريكتال ذا، أنا معطيك اتجاه متوسط واتجاه عام. ركز معايا دائما، وأكلم متابعيني، ركز معايا في الاتجاه العام اللي أنا محدده، يعني حط في بالك أنه أسوأ الاحتمالات هي موجودة في التحليلات العامة. أي تحليل يومي
هو يحتمل الانعكاس قد ربما، بس بنسبة نجاح ممكن توصل 70% 80% 95% زي ما انتم ملاحظين بالنسبة للمتابعة اليومية. تمام؟ فهذه المعلومة لازم الإخوة يفهموها، انه انا اضع فيديوهات عامة هذه ان شاء الله بإذن الله نسبة نجاحها تتعدى 85 و90 و95% زي ما شفنا مثلا تاسي في هذا الفيديو وضعتها انا في القناة، وايضا زي ما مثلا الذهب يا اخوة، فانا انزل لكم الفيديو اللي انا وضعت بالنسبة للفيديو بالنسبة لفيديو الذهب، وهذا فيديو الذهب مثل ما خبرتكم انه يا اخي ركز معايا في الاتجاهات المتوسطة والعامة راح تلاقي خير. بالنسبة للمضاربة اليومية احنا بنجتهد ونسوي ايش؟ ونسوي باستطاع ما يعني بقدر الاستطاعة، تمام؟ على الفريكتالات اليومية، وبتصيب يا اخوة معظمها بتكون نسبة نجاحها كبيرة جدا، تمام؟ مثلا هذا الذهب وهذا الفيديو للذهب على المدى المتوسط نزلناه للجميع. أين شارة الذهب؟ هذا هو، هذا شارة الذهب يا إخوة زي ما احنا شايفين. يعني لم نتكلم هذه المرة عن الذهب، وحطينا الفريكتال العام. تشوفني أحط فريكتال عام خلاص، تعال انتقدني بناء على الاتجاه اللي انا حطيته، يعني الاتجاه العام اللي انا منزله في قناتي في الفيديوهات، تمام؟ بسيط تكون واضح. لكن زي الان انا منزل مثلا يعني مضاربات يومية وبحط لك وقف قريب. طيب المجموع، تمام؟ تاريخ هذه المضاربات اليومية بتكون نسبة نجاحها زي ما تحدثنا من 75 الى 80% 85%، وبنضع وقف. فلا تجي تقول لي الفريكتال يا ابو وسام طيحنا 10 دولار 20 دولار، انا معطيك منطقة شراء ممتازة يا اخوان 200 دولار ارتفاع الأونصة. هذه الأونصة 6 ايشف، هذا هو يا اخوة هذا الذهب ايش سوى؟ والصعود العنيف هذا تؤكد 1627 هذه 1 2 1 2 وارتفاع الى 1700 1810 الى 1810 تمام؟ الى 1810 يا اخوه، هذه 1810 ايش سوى الذهب مثلا؟ الى هنا بالملي 1810، والفريكتال مشى زي الفل يعني. فبالنسبه للتوصيات اليوميه لما اجي اقول لك مثلا اشتري الذهب من هذه المنطقة يعني 10 دولار حاليا مثلا، انا وضعت توصية انه خلاص وصلنا هذه المنطقة يا اخوة 1820، وكلمنا الزملاء انه من 1820 الى 1830 انا اعتبرها مناطق هبوط. ممكن نرجع الى كم يا اخوة؟ ممكن نرجع الى 1750 1730 تمام؟ خلاص هذه تعتبر اتجاه عام، يعني انا معطيك وقف تقريبا 10 دولار ومعطيك هدف بحدود 80 دولار بالنسبة للذهب. فبالنسبة للمتابعات اليومية لا تجي تنتقدني بالنسبة للمتابعات اليومية، انا اضع وجهات نظر بالنسبة للتحرك اليومي، لكن انا دائما اضع لكم اتجاهات عامة يا اخوة، تمام؟ انا اضع لكم اتجاهات عامة. الانسان اللي بيدخل بناء على الاتجاهات العامة باذن الله بيكون ربحه طيب باذن الله، تمام؟ زي تاسي مثلا، زملاء مثلا اشتروا من هذه المنطقة ممتاز جدا، انتظروا الى الان بعد هذا الهبوط اشتروا من هذه المنطقة ايضا ان شاء الله باذن الله ان الارتداد راح يكون طيب وراح يعوض الجميع. هناك أهداف أولى 14000
الى تقريبا شهر مارس او فبراير باذن الله نشوف صعود قوي جدا. تمام. بالنسبه للبيتكوين يا اخوه، انا سويت اكثر من فيديو بالنسبه للبيتكوين. فقط اوريكم اصحاب النظارات السوداء، يعني اللي يجيك يتتبع مثلا اخطائك البسيطه جدا. مثلا البيتكوين انا تحدثت في اكثر من فيديو، بسم الله الرحمن الرحيم، في اكثر من فيديو يا اخوه لو تلاحظوا اللي انا تكلمت عليه يا زملاء، انا منبه قبل 8 اشهر. تخيلوا قبل 8 اشهر والبيتكوين عند 47,000. 47,000 قلت لهم يا زملاء البيتكوين نازل الى 20,000 وممكن 15,000 و400. تمام. هذا فيديو اول، شوفوا يجب الحذر من 47. من هذا اتجاه عام. هذا فيديو اول وهذا فيديو ثاني، سويت يمكن 3 فيديوهات نبهت قبل 6 اشهر. هذا فيديو نقترب من نهاية الترند، يزول البيتكوين 16,000 و17,000 قبل 6 أشهر، قبل 7 أشهر، كلها قبل 8 أشهر عندما كان السعر في 47,000. هذا اتجاه عام يا أخي. أنا تعال عاتبني على الاتجاه المتوسط والاتجاه البعيد. بالنسبة للتحركات اليومية أنا أضع لك كزيادة خير يعني مناطق ممكن تستفيد منها في البيع والشراء اليومي، وبحط لك ستوب قريب جدا. فإذا ضربت ستوب ما في إشكال يا أخي، ستوب يومي. أنا معطيك اتجاه نزول البيتكوين من 47,000، أنت عارف كم السعر اليوم، نزل 30,000، هل استفدت منها؟ يعني ما بتلاقي أحد عندما يستفيدوا، لا ما راح تلاقي أحد، لكن عندما تضرب وقف مثلا بسيط أو ينعكس عليك السوق شيء بسيط جدا تلاقي الناس المريضة وأصحاب النفوس المريضة تطلع لك في تويتر، تطلع لك في، يعني ما تلاقيهم عندما مثلا انهارت الأسواق. وزملاء كثير جوني يعني للأمانة استفادوا وطلعوا من سوق العملات الرقمية في تلك المرحلة وإلى الآن موفرين أمور طيبة. حاليا نزلنا تحديث، أنا نزلت فيديو للعملات الرقمية اللي هو هذا الفيديو يا إخوة. تمام. لحظة، أين الفيديو الأخير اللي هو هذا؟ أنا بنزل لك فيديوهات وتحديثات، حتى لو في تحديث على النظرة العامة أنا بنزلها في قناتي. في شهر 12 تقريبا تكلمنا عن هذا الانهيار والفيديوهات موجودة يعني بالنسبة للبيتكوين، تحليل توصلنا إليه. لحظة، على أساس ما تفوتنا موجة هذا الانهيار اللي صار يا إخوة، هذا البيتكوين 4 ساعات يعني. هذا الذيل انا كنت مستغرب، جوني زملاء قالوا يا ابو اسامه ندخل في في العملات الرقميه والاسعار كانت مثلا في هذه المنطقه. انا نزلت فيديو عام يا اخوه على المدى المتوسط انه هذه المناطق ما زال لدينا انهيار من هذه المنطقه الى 15,000. انتقدوني ناس كثير، دخلوا لي ناس مريضه كثير، يعني ليش هذا التوقع الى 15 والسوق يعني صاعد والسوق راح يطير والسوق راح يولع وتخوف الناس. ونزلنا هذا الفيديو يا اخوه وقتها انه الفريق طبعا وموجود عندما كان السعر بقوه يوم تقوه الاكس في هذه المناطق، وفعلا انهار السوق يا اخوه في هذا الفيديو، انهار السوق الى تقريبا 15,000. وهذه وجهه نظر شخصيه. طيب بعد ما هبط السوق يا اخوه الى هذه المناطق قالوا الزملاء ايش رايك؟ قلت لهم انا شايف في صعود قوي ان شاء الله جاي. ونزلنا فيديو تحديث جديد. ايش هو يا اخوه؟ اللي هو هذا الفيديو. خلاص هذا هو يعتبر الفيديو العام حاليا اللي انا منزله على اساس العملات الرقميه مثلا. اكس ار بي والسامد. الهدف احنا حددنا وجهتنا وما زال كان البيتكوين لسه في بدايه التذبذب في الاسفل. قلنا يا اخوه انه في تذبذب عرضي في هذه المنطقه عند 15,000 و300، 15,800، في تذبذب عرضي قبل الصعود ممكن يكون متعب. تمام. الشراء
وزدت كتبت للزملاء الوقف والهدف على اساس لا يجي بعدين يقول لي انت ما قلت انت ما تكلمت. قلنا انه الشراء مثلا من 16 من 15 و800 الوقف تبعك يكون 13 و500. ان شاء الله باذن الله هل في صعود الى 30000 29000؟ باذن الله يكون في صعود الى تلك المناطق ان شاء الله يا اخوان. لكن زي ما تحدثنا انه لازم تتحمل فتره التذبذب هذه. فيجي لك واحد مثلا في التعليقات في تويتر يشوف التذبذب، انت قلت راح يطلع وما طلع، يا اخي انا مسوي لك فيديو الله يرضى على والديك، اذا ما انت فاهم طريقتي في التحليل يا اخي لا تتابعني، لا تتعبني ولا اتعبك، شوف لك حد اخر وتابع. انا اكثر من مره تكلمت يا اخوه تابعوني على الفيديوهات العامه اللي انا موضح، اذا تكلمت عن مثلا حركات اثناء التحليل اليومي، اعرف انه عندما اكلمك عن تحليل يومي مثلا في تحرك 200 300 وعاكسني السوق، ليس معناه انه انا نسفت التحليل العام. انا عندي فيديو عام ووضعت وجهة نظري التحليلية بالنسبة للتحديدات اليومية، بالنسبة للنقاط البسيطة اليومية. لا تجي تخسر لي $100 ولا 50 وتقول لي انت قلت وهو ما صعد، انت قلت، يا اخي امسك لي في النظرة العامة، كون مع الاتجاه العام، تمام؟ اي صفقة اعطيك اياها اعرف ان وقفك لازم يكون اسفل المنطقة اللي انا ذكرتها لك 30000. انا دائما انا من 13 سنة تعودت انه اكون في المنتديات، اكون متابع مع الزملاء، فهذه يعني زي ما يقولوا تولعت فيها بشكل كبير جدا. فتلاقيني يعني قد ربما اكون قدام الشاشة واعطي نظرات لتحركات السعر، سواء في ريكتال يومي او في ريكتال كذا. يعني لازم اكتب للزملاء شيء، لازم ارفع شيء، لكن لازم تعرف انه عندي فيديوهات للفريكتالات العامة تكون امام عينك، يعني سواء في البيتكوين، سواء في الذهب، سواء في الاسهم. عاتبني على النظرات المتوسطة اللي انا واضعها بشكل عام، تمام؟ اما مضارب يومي، شوف اذا بتضارب يوميا وبتتبع او بتتابع تحليلي اليومي، لازم تتحمل اي وقف خسارة يومي بسيط تتحمله، او انك تدخل في الصفقة ويكون ستوبك على النظرة العامة اللي انا مسويها. اذا بتتحمل الوقف الى الستوب ممتاز، وعكست علينا الصفقة مثلا شيء بسيط، لانه احنا باذن الله بنكون ناجحين في الاتجاه بنسبة 80 الى 90%، تمام؟ لكن ان انا اجي اتابع لك يوميا، يعني يجي واحد مثلا يسالني ايش رايك في البيتكوين يا ابو وسام مثلا اليوم في هذه المنطقه، لنفترض مثلا انا قلت مثلا نزلت مثلا تحليل في هذه المنطقه، انه ان شاء الله يا زملاء من 16600 16500 هذه المناطق هي بتكون مناطق الارتداد، تمام؟ طيب نزل السعر الى هذه المنطقه، دخل لك اصحاب النظارات العوراء او النظارات السوداء، ها شفت يعني خسرتنا. يعني يا اخي انا بكلمك من وجهة نظري مع الاتجاه العام، انا معطيك فيديوهات سابقة انه ان شاء الله ما راح نكسر او ما راح ننزل اسفل 14000 13500. فانا لما اجي احلل لك من هنا انه ممكن ان شاء الله باذن الله يبدأ الصعود من هنا وتنعكس هذه النقطتين او $100 هذه، وتطلع لي في تويتر تنتقد، راح اسوي لك بلوك مباشرة او حظر بدون اي نقاش. انا بعطيك تحليل عام وتحليل لحظي كمتابعة، التحليل اللحظي كمتابعة مثلا حاليا، وش رايك يا ابو اسامة؟ اقول لك ممكن الان البيتكوين ان شاء الله باذن الله انه يتذبذب في هذه المنطقة، تمام؟ ممكن ما بين 16500 16600، ومن ثم نعود ان شاء الله باذن الله للصعود كما هو موضح في الفريكتال اللحظي الاخير اللحظي. انا بعض الاحيان بنزل فريكتالات لحظيه، لكن اعمل حسابك انه لو فرضنا انه هبط ولا شيء، احنا مسويين فيديو عام، يعني وين اقصى مدى ممكن ينزل له البيتكوين. انا داخل بعقود كبيره، انا داخل فيوتشر
عصى الله دخلت بمحفظتك كلها، هذا مو شغلي. لما تجي تدخل لي بمخاطرة وتريد تغرف بالشيء ولا في يوم وليلة في داهية إذا انضرب حسابك، لأن هذه تسمى مقامرة مش مضاربة. ادخل يا أخي بالمعقول، ادخل بيع واشتري في اليومي بوضع اسلوب بسيط بدون مخاطرة. يعني أنا وصلتني رسائل من بعض الإخوة إنه يجي يقول لك أنا مشتري يا أبو وساب مشتري 15X من 16800، هل السعر راح يرجع إلى 16600؟ يعني بالله عليك 10X ينزل البيتكوين 100 نقطة يضرب لك الحساب؟ هذه مش مضاربة وليس تداول، هذه تسمى مقامرة، تمام؟ بالمفتوح يعني أدي أجيبها لك على بلاطة. ادخل يا أخي دام إحنا محللين تحليل ممتاز، طيب ليش ما تشتري مثلا من هنا جزء؟ أو من 15500 زي ما اشتروا الزملاء معانا عندما نبهنا، ينزل السعر إلى 15، تعزز الشراء وانتظر الأهداف. يا أخي الأهداف كبيرة، إحنا محددين أهداف عند 30000. يعني تخيل أنت يعني بتخليها محبوكة على 100 دولار وينضرب معاك الحساب. طيب ليش ما تدخل هذه الصفقة اللي مضمونة إن شاء الله بنسبة 90 إلى 80% وتبدأ تدخل بعقود بسيطة وتلحق السعر؟ فأي شخص زي ما تحدثنا سابقا يا إخوة، أي شخص يجيني يحاول ينتقدني مثلا يعني بطريقته بكيفه هو، أنا لا يشرفني إنه يكون في صفحتي، تمام؟ انتقدني بالشيء الصح أو بالشيء السليم. أما تجي تدخل لي من هنا واسلوبك 100 دولار وإذا انضرب حسابك، تمام؟ إن شاء الله يا إخوة، إن شاء الله تكون معلومتي وصلت، إنه الشخص اللي يتابعني لازم يفهم طريقتي في التحليل. وأي شخص زي ما تحدثت إنه بيدخل بمخاطرة ويراسلني أنا دخلت من كذا وانضربت المحفظة، مباشرة أسوي له بلوك، لأنه ما يشرفني يكون عندي أو من متابعيني، وهذه طريقة التداول إلين يتصفوا معايا المتابعين اللي الناس الفاهمة والناس العاقلة اللي بتفهم إيش معنى تداول وإيش معنى شراء في الأسهم وبيع في الأسهم. أما شخص يجي لي بمخاطرة ويرجع ينتقدك فهذا كلام ما هو صحيح يا أخوة. إن شاء الله بإذن الله أكون في هذا الفيديو نوهت على موضوع مهم جدا لمن يريد أن يتابعني. وأنا سابقا سويت فيديو لازم الجميع يشوف هذا الفيديو يا إخوة، راح أضع لكم رابط الفيديو في الوصف، إنه أي شخص يريد أن يتابعني أو يتابع توصياتي لازم يشوف هذا الفيديو. هذا الفيديو يتعلق بإدارة رأس المال، يتعلق بإيش يا إخوة؟ بإدارة رأس المال. يعني أنت لو داخل معايا مثلا في فرصة معينة لازم تقسم إدارة رأس مالك بالشكل المناسب اللي يناسب التوصيات يا إخوة، أو الدخول على مراحل. هذا هو، إذا أردت الالتحاق بقناة التوصيات الخاصة بي أو متابعتي يا إخوة، هذا الفيديو موجود في قناتي، فيديو اليوم وهذا الفيديو. إذا أردت أن تعرفني وتعرف مثلا طريقة تحليلي تابع هذا الفيديو والفيديو الحالي اللي أنا مسجله اليوم، تمام؟ هذا ما حبيت أن أوصله في هذا الفيديو، وربنا إن شاء الله يوفق الجميع. في أمان الله يا أخوة، في أمان الرحمن، في أمان الله.